الرابع والأخير، وهو علي بن محمد السمري أو السمري مثل ما يقولون، بعضهم يقول يسمونه السيمري نسبة إلى منطقة من مناطق البصرة يسمونه سيمر، والمشهور لا هو السمري أو السمري، آخر سفراء الإمام سلام الله عليه في الغيبة السفر، ومدة سفارة مثل ما تبين وذكرنا 3 سنوات لم يطل، وجاء أيضا بالكرامات، واحدة منها إخباره بالمغير. الله يعطينا وإياكم إن شاء الله إذا إجينا نزور شاه عبد العظيم الحسني في طهران، أكو قبر واحد من عظماء شيعة أهل البيت، شيخ الصدوق، سامعين عنه الشيخ الصدوق، مفخرة الطائفة الشيعية. شيخ الصدوق اسمه علي بن الحسين ابن بابوي، أصيب بمرض وأثقل حاله، وصار السفير الرابع علي بن محمد دائما يسأل عنه، من واحد يجي من إيران يقول شو أخباره شلون وضعه، بيقولون وضعه شوية متعب انت إذا إيه. ذاك اليوم تحسنت حالة الشيخ وابتدأ المرض يرتفع عنه بالتدريج. طلعوا جماعة من قم جايين إلى بغداد، فالتقوا بالسفير الرابع علي بن محمد السمري، فسألهم عنه شلون شلون وضعه شيخ الصدوق شلون وضعه، قالوا نبشرك الحمد لله طاب وإن شاء الله يطلع ويجيك يزورك. قال عظم الله أجوركم فيه فقد مات الساعة الآن فارق الحياة. قالوا لا سلامة عمرك ترى ما بيشي، طلعنا عنه فارقنا في أتم عافية في أفضل حال. أتى الله سجلوا الوقت اللي خبر أنه فارق الحياة الساعة، من رجع وتبين بأن الشيخ الصدوق قد فارق الحياة في نفس الوقت، بعد لا واتساب ولا اتصال ولا موبايل ولا شيء، أخبره الإمام بذلك. هي واحدة يقولون من إخباراتي للأمور الغيبية، وأيضا من إخباراتي حتى نختم حديثنا مقدار كافي، أخبر بوفاته قبل 6 أيام، قبل 6 أيام قال لهم ترى أنا ماشي عنه. شدرك؟ قال شدراني الإمام مخبرني. شلون خبرك؟ قال الإمام مرسل لي كتاب. شنو الكتاب؟ أرسل إليه الإمام سلام الله عليه وهو موقع بختم الإمام، قال بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري أو السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. يقول اليوم وصلت رسالة الإمام، حسب من اليوم إلى 6 أيام مثل ما يقول الإمام، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فأجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك. خلاص، ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة. أي غيبة تامة؟ اللي احنا فيها الآن الغيبة الكبرى. فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. اللهم يا مجيب. يقول هذا الإمام خبرني وقال لي عقب 6 أيام راح أموت. زين، الوصي عقبك؟ السفير الخامس قال ماكو سفير الخامس. ولهذا يا إخواني شوفوا حتى نختم، هذا آخر شيء، كل واحد يجي يدعي السفارة وأنه باب للإمام يصطدم بالسفير الخامس. إذا قال أنا السفير الخامس، شلون أنت السفير الخامس؟ السفير الرابع يقول بأنه خلاص انتهت السفارة، جاب كتاب موقع بخط الإمام يقول انتهت السفارة، شلون أنت تقول سفير؟ فلهذا تدرون الآن اللي يدعون السفارة، حتى عندنا اللي صار في البحرين شنو يقول؟ ما في شيء اسمه سفير رابع، آخر واحد الحسين ابن روح. زين، والسفير قال أنا الرابع، أنا الرابع. ما يقدرون يدعون بأن السفير الرابع موجود علي بن، ينكرون أصلا، وإذا جابوا اسمه يقولون كذاب. ليش؟ لأنه إذا صدقوا السفير الرابع، السفير الرابع يقول انتهت السفارة وإجت الغيبة الكبرى، إيه موجود أنه، فمن ادعى المشاهدة بعد الغيبة فكذبوا فهو كاذب، فهو كلام الإمام سلام الله. على أي حال، فجاءه الموت رضوان الله عليه في
السادس.